وللمزيد حول القصف الصهيوني على جنوب لبنان والذي يتزامن مع الذكرى الأولى لحريق مرفأ بيروت، ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت رئيس تحرير موقع جنوبية علي الأمين. أهلا ومرحبا بك. بداية، قصف الجيش الاحتلال الصهيوني عدة مواقع في لبنان ردا على إطلاق 3 قذائف سقطت على مواقع في فلسطين المحتلة. بداية، كيف تقرؤون هذا القصف والرد عليه؟ أولا تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. ثانيا، كما أشرتم في البداية إلى أن لبنان اليوم في يحيي مناسبة، وخاصة أهالي الضحايا، مناسبة انفجار 4 آب، وهو كما قلتم من أضخم الانفجارات غير النووية التي حصلت في التاريخ. وبالتالي يأتي ما يجرى في الجنوب اللبناني ليثير على الأقل بالنسبة لي بعض التساؤلات، خاصة أن القذائف التي أطلقت من لبنان باتجاه فلسطين المحتلة هي يعني أطلقت على بعد، انطلقت بين انطلاقتها وسقوطها في 3 كيلومترات في منطقة يعني لا يجب يعني لا لم يتقصد الذي أطلق الصواريخ يعني أهداف أو يعني يؤدي إلى سقوط ضحايا أو أضرار معينة. وجاء الرد الإسرائيلي يعني بمستوى الرد لعملية الإطلاق، أنه أطلقت بعض القذائف في منطقة سهل لخيام في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، وهي منطقة أيضا تأتي غربي الجولان المحتل. طيب، كيف تقرأ توقيت هذا القصف والذي يتزامن مع مرور عام على حريق مرفأ بيروت؟ بدرجه في إطار التشويش على عملية يعني على المشهد الآخر الأساسي، هو مشهد الأربعة، يعني مشهد الذي ظل أسئلي وجودي على مستوى بقاء الدولة. أربعة آب باتت تشكل نصب الأساسي، إما أن يكون هناك مساءلة ومحاسبة وقضية تصل إلى نهاياتها، وإما أنه مشكوك باستمرار وبقاء الدولة اللبنانية. يعني إلى هذا الحد يمكن التعامل مع نصف الأربعة آب. الوقائع تؤكده، ولا نتحدث يعني بشكل يعني حماسي أو إجتماعي أو ما إلى ذلك، إنما منذ 4 آب 2020 حتى اليوم واضح أنه مسار الدولة اللبنانية أصبح مرتبط بنقطة أساسية تتمثل بمسألة العدالة، مثل أن يكون هناك قضاء، إذ لا يمكن معالجة أي معضلة أي مشكلة قائمة اليوم بدون وجود قضاء. كل هذه الأزمة التي يعيشها لبنان اليوم أحد أسبابها الرئيسية هو غياب المساءلة والمحاسبة، وبالتالي هذا الوضع الذي نحن فيه اليوم لا يمكن مقاربته انطلاقا من نفس المقاربات التي كانت تتم قبل 4 آب، ومن نفس المنطق الذي اودى بنا عوده بالبلد الى هذه الازمات يعني المتناسله والمأزق الكبير الذي يعيشه لبنان اليوم. بكل الاحوال انا لا افصل بين مشهد ما حصل في جنوب لبنان ومشهد الى اي مدى يؤثر الفراغ السياسي الذي يعيشه لبنان في ظل تعثر تشكيل حكومة على أحداث هذه السيولة وعدم الانضباط الذي يجر البلاد لمواجهات غير مقبولة حسب بعض المراقبين؟ يعني أنا أعتقد المشكلة ليست بوجود أو عدم وجود الحكومة، على أهمية أن المجتمع الدولي يطالب بالحكومة وما إلى ذلك، لأن الإشكالية الأساسية ويدركها يعني حكام لبنان أو المنظومة الحاكمة التي تسيطر اليوم في لبنان مدركة أنه أي حكومة جديدة تتطلب في الحد الأدنى تغييرا في السلوك وفي الأداء والسياسة وفي كل يعني المنطق الذي قائم اليوم، وهذا ما لا تستطيعه أو لا تريده، يعني لا تريده ولا تستطيعه يعني الأمرين معا، بمعنى أنه عدم تشكيل الحكومة بالشكل يبدو وكان المشكلة عدم القدرة على تشكيل الحكومة. أنا برأيي هو المشكلة ليس في عدم تشكيل الحكومة، موجودة اليوم لكن المشكلة الجوهرية هي أنه هذه المنظومة لا تريد أن تغير في أسلوبها وسياستها، وأي حكومة جديدة مطالبة من الشعب اللبناني ومن المجتمع الدولي بتغيير حقيقي وفعلي.
لانه اصبح اليوم مش لن يترك التغيير للحكومه، بمعنى ان هناك صندوق النقد الدولي وهناك مؤسسات دوليه ستشرف على كيف يمكن ان يكون هناك اجراءات جديده، سياسه جديده، محاسبه، وكل هذا الامر تهرب السلطه منه، يجري التعبير عنه بعدم تشكيل الحكومه اللي انا بعتبره امر يسير سهل اذا يعني ابقى في الامور وتشكيل الحكومه يعني بالمعنى الشكلي. رئيس تحرير موقع جنوبية السيد علي الأمين، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.